ورد عندنا في الخبر أنه إذا مات العالم ثلم في الإسلام ثلمة لا يسدها شيء إلى يوم القيامة، فببالغ الحزن والأسى ارتحل في هذا الأسبوع علمين من أعلام مذهب أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام، وفقيهين مجتهدين ربيا تلاميذ وطلاب على علوم ومعارف أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام، وخدموا المذهب وخدما المذهب بما قدما من مؤلفات كثيرة وبما بذلا من جهد في توصيل علوم ومعارف أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام، وبما صبرا في جنب الله عز وجل. وهذين السيدين الجليلين هما آية الله، وهذان السيدين الجليلين هما آية الله السيد محمد مهدي الموسوي الخلخالي قدس الله نفسه الزكية، وآية الله السيد حسين شمس الخراساني. أحدهما كرس حياته في تخريج وتربية وتعليم الطلاب في حوزة مشهد المقدسة، وهو السيد مهدي الخلخالي، فربى وخرج طلاب وشرع في إلقاء دروس بحث الخارجي في الفقه والأصول، وتتلمذ على يديه جمع من الطلاب وبلغوا أعلى مراتب العلم والفقاهة ببركة توجيهاته قدس الله نفسه الزكية. والآخر اشتغل بتدريس وتخريج الطلاب وتربيتهم في مدينة قم المقدسة، فدرس الفقه والأصول وتربى على يديه كثير من الطلاب، وبعضهم من طلاب منطقتنا حضروا على يديه وكتبوا له بعض التقريرات في الأصول. كلا العلمين من مدينة مشهد المقدسة، فنرفع العزاء إلى علمائنا الأعلام وإلى مراجعنا العظام وإلى الحوزات العلمية وإلى الأمة الإسلامية جمعاء برحيلهما، وتغمدهما الله بواسع رحمته وحشرهما مع أجدادهما الطاهرين، وإنا لله وإنا إليه راجعون. وإلى روحيهما رحم الله من يقرأ سورة الفاتحة.